واحنا جرايدنا ما تقدرش تشتم ملكة بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا. ممكن اقول ما انتوا شتمتوهم هنا، كتبت لهم ايه على الحيطة في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام ده، بنجيب لهم الكلام اللي على الحيطة ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ فاحنا ممكن يعني اذا كان الموضوع اباحة يعني، لكن ايه، احنا بنشعر بان احنا اقوية، بنشعر ان الدنيا اتغيرت. اما بتطلع الاذاعة البريطانية وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. واحنا جريدنا